بلى ورأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر في نصرته ولا تبخل عليه بدمك فإن مانعك فعاود حتى تحظى بالحياة الأبدية والسعادة السرمدية تهلل وجه القاسم فرحا. قال حصلت الرخصة كأني بي صار يهرول ناحية الحسين على وجهي علامات البشرى والسرور. اتلقى الحسين قال عم حسين عمي يا شفي يلا حبيبي مو مقبول منك يلا نواسي الحسين في هذا الشباب حسين عمي يا شفي يا مدلل الزهر الزكي أخوك الحسن أوصى علي كتب لي العوذة وقال لي لمن نزلت الغاضرية دافع عن ابنات الزكية وقاسما. أخذ القاسم ذلك أخذ الحسين ذلك الكتاب رأى ما فيه التفت إليه قال ولدي أوصاك وأوصاني بوصية لمن نزلت الغاضرية وشفت المصايب مستوية زوج الجاسم بالزكي وقاسما. قال تعال ولدي قاسم أنا بعد عندي وصية. أخذه ناحية مخيم النساء نادى رملا بلى أبا عبد الله هل للقاسم ثياب جديدة؟ قالت لماذا الثياب الجديدة أبا عبد الله والعباس على المشرعة؟ قال ارجعي ارجعي عندي واحدة ثانية. قال وينش كعبة الرزايا يا زينب؟ بلا نور عيني أبا عبد الله علي بالصندوق الفلاني أخرج منه عمامة الحسن قباء الحسن نعلي الحسن ألبسها القاسم فتصورت للنساء صورة الحسن كأني بهن تصايحنا وتصارخنا وحسنا وقاسما. أخي زينب بعد طلب ثاني بلا نور عيني. قال أخي زينب علي بالبنت المسمات لماذا أخي أبا عبد الله؟ قال زينب أريد أن أزفها على هذا الشباب. يقول دخلت زينب إلى المخيم هني عاد بد خيال شعرانا وخطبانا. يقول صارت تبحث عن تلك اليتيمة فوجدتها ممتدة على التراب ناشرة شعرها لاطمة صدرها وهي تنادي وعباسا ومصيبة قومي يا بني أنا يا عم بل يا بني قومي فلقد عزم أبوك الحسين على تزويجك هذا اليوم. صفقت البنت بكف على كف وقالت ما لي عين يا عم أعرس ويل ولي مذبو ما لي عين يا عم أعرس ويل دمهلوني
ثلاث ساعات أني بروح إلى المسنى بشوف العام حيلامات بجيب خضاب من دم مالي عين يا عم أعرس وين هالأعراس أعرس والبطل عباه على الغبرة فضيخ الراس عفير مخضب بدم مالي عين يا عم أعرس لو أن عمي يوافيني يقل لي يا ضياع عيني بتعرسين وتنساني شرد جواب يا عم مالي عين يا عم أعرس أعرس قالت والله يا عم لا تخلوني على هوا لا روح للمعفرين بجانب الماء ومن فيض دم الأخضب شمالي ويم واصرخ يا عم الخيل حاطت بالصيام زينب يا عم اش هالعرس لك شار علي هيهات قلبي ابتشار والبس الزين وشايل الراية على الشريعة معفرين كيف نتحنى وبالفضيل مقطوع ليدين وحسين وحسين أول يقول يا عم الكافلج ينهاض بهمة يستنهض أولاد أخوتي وأولاد عم يزفون جاسم بالهنا وينكشف هم ما يصير شاب مدلل تزف نسا إلا من عادة العريس تمشي خلفها ولا وتزفه بزينة على جاري المعتاب وانا يا عم معرسي من دون لعبة ينظر عمامه واخوته كلهم مطاعي قومي يا بني قالت كيف يا عمه وقد وقع العباس على المشرعة وقد فلقوا هامته نصفين قالت يا عمه لا تبلوني يا بلا عرا هل يوم ما هو يوم عرا ما يرضى وهلي وما يرضى أعرس وني في حدود عبد
قالت يا بنت احنا امتحنا احنا ابوك مامرنا انزفك يا بنت بغير حن. لا والله يا عمه يا عمه لابو يحسن ابارو اباطيح في حجره وابانو وببكي وبهل الدمع مسفو من معرسه وعباس. يقول جاءت بتلك البنت الى الحسين عقد بينها وبين ذلك الشباب واذا بزينب قد اخذت بيد القاسم. وين رايحه وخي يا زينب؟ قالت بتوجه ناحيه المدينه بنتخب اهله بلكت حضرون زفته. نادت بالمبارك يا مزوجين الولد زفوا والجاسم وما عنده أحد ينظر أعمامه رمي على الوهب. وين أبو محمد خلف هالعادة يخلف المعتاد ما هي عادة ما حضر زفة عزيز أولاده. يقول رجعت بالقاسم أخذ الحسين بيده. وين رايح أبو علي؟ قال بروح إلى المعركة أجيب له زفافة. يقول مضى الحسين إلى المعركة يده في يد القاسم وما ويا أحد نادى بصوت يفطر القلوب يصدع الأكباد حبيبي علي. حبيبي حبيب زهير برير وهب فلان فلان قوموا معي لكي نزف الشباب لكن ما يحصل جواب فكلهم مجزرون على بوغاء كربلاء تصهر غم الشمس بأشعة قال عندي واحد ما يرد لي طلب بس أشر عليه يقول لبيك لبيك أبا عبد الله. إيش سوى الحسين؟ قال صعد على تلعى أشرف على المشرع نادى برفيع صوت أخي عباس حزام ظهر عباس. يلا حبيبي أبيات الدعوة سلك الدعاء. قال يا الذي على المشرع ظلت رمية جثته هذا جاسم زفين انهض عاين زفت كان يا كبش الكتيبة بك للنهضة جل وقض اشبال الهواشم قوم وانزف هل وصل زفافة وانا مفروض ما تشوفوني وحيد غريب وصل زفافة وانا مفروض ما عندي احد بس حريم الجر وانا والقلوب انفتت قوم بسك يا قمر عدنان عن نوم الترى وقض اشبال الهواشم والبس جديد الثي والذوايب سرحوها وقوموا وانزفها والذوايب سرحوها وقوموا وانت خو قدام جاسم كان تنشف دمعته وزينب تنادي يا ابو سكنة فجعتنا بهالندى عرس كيف يصير يا ابن امي حزنة تزيد يا الولد نخي جنايز عالصعيد مدد
يا الوالد نخي جنايز عالصعيد مدد ودمع ابن خي جرى وحسها تنعز زوجته. يقول بعد بعد عندنا واحدة خرجت من المخيمات تنادي وولده وقاسما ورملة ما بين النساء تلطم صدرها معولة. ردت انا زفاف الولد ما بين قوم او كل هلة ما دارت يصير عرس ابني بوادي ما دارت يصير عرس ابني بوادي ينظر بعين على الرمضة عمامه واخوته قالت شلون يا مظلوم عرسه وانت معدوم النصيب شلون يا مظلوم عرسه وانت معدوم النصير والعرس ويا الجنازة يوم واحد ما يصير. جذب حسرة وقال ندرب هالولد عمره قصير لكن ابن امي وصان شلون اخلي وصيته.